أهلا وسهلا، صباح النور، نهاركم زين، طريق السلامة للناس الكل، ومرحبا بكل الفريق. التحقنا بالاستوديو، سعيد جدا أنه نوصل كالعادة مع سفيان بن فرحات وعلي المديني. صباح النور، شحوالك سفيان؟ صباح الخير، وإن شاء الله نهنيكم بالواء الناس الكل. أكيد جدا أمتار إن شاء الله تكون غيث نافع، رغم المشاكل الجانبية أمتاحة تنجم تكون مشاكل خطيرة أحيانا، لكن رغم هذا كله نقولوا ربي الحمد، لأنه وين كنا وين أصبحنا، وما زالت الأمطار متواصعة على الأقل يومين إن شاء الله. إن شاء الله ربي يكون في العون، وإن شاء الله ربي يعطي كل شيء بلطفه. معنا في المباشر الأستاذ عامر بحبة عن المرصد التونسي للطقس والمناخ، اللي قاعدين يخدموا في خدمة عفوا كبيرة برشا الحقيقة، وقاعدين يتابعوا من خلال من مختلف جهات الجمهورية ويعطيونا بالضبط حالة الطقس والمناخ. أستاذ صباح النور. صباح الخير سيامين، صباح الخير السادة المستمعين على راديو كافا فام، تحية زادة في سفيان بن فرحات. مرحبا، أهلا بك أستاذ. مرحبا، يلا سيدي خلينا نبدأ بآخر التحيينات اللي موجودة عندكم، الحاجات اللي رصدتوهم، ثم تونجيهم بعد شوية نحكيو عامة في الأيام الجاية هذية شنو يصنع فينا. تفضل سيدي. أولا نذكروا ببعض كميات الأمطار، في الحقيقة هي معناتها ما زالت بفرد النشر من مختلف المؤسسات نتاع الدولة، سواء كان مع الرصد الجوي وإلا مندوبيات الفلاحة التابعة لوزارة الفلاحة إلى آخره. الكميات كانت هامة جدا في آخر 24 ساعة. هي في الحقيقة رأوا الأمطار نزلت حتى اليوم اللي قبله، حتى يعني ثلاثة أيام السابقة، وكنا سجلنا حتى كمية طيبة حتى الأيام الماضية، 60 مليمتر و70 و50 و40 في برشا مناطق في تونس كما في ولاية جندوبة مثلا. ولكن مش عطيكم آخر فقط الأمطار متاع البارحة، معناتها آخر 24 ساعة في 2 مثلا 90 مليمتر، معناتها كانت أمطار غزيرة جدا نزلت الليلة الماضية تقريبا مع منتصف الليل، كانت أمطار في وقت وجيز 90 مليمتر في مطار المنستير، معناتها جهة سكانس غرب مدينة المنستير 117. ولاية المنستير عموما الكميات كانت في أغلبها 70-80-85 مليمتر في أغلبها، بما فيها معناتها منطقة منزل فارس في مدينتي عندي زادة محطة تاع قيس 85 مليمتر متاع اليوم، والكميات متاع يوم أمس متاع يعني آخر 24 ساعة، والكميات متاع يوم متاع آخر 48 ساعة قاربت 100 مليمتر. كيف زاد في ولاية نابل الأمطار كانت غزيرة الليلة الماضية في كرومباليا 112 مليمتر في كرومباليا، هي ديما كميات آخر 24 ساعة. ولاية المهدية زاد كميات كبيرة، معناتها تجاوزت 100 مليمتر في أكثر من محطة في مدينة المهدية، في قصور الساف، في قصور الساف مثلا 104 كانت زاد أمطار غزيرة وغزيرة جدا، زاد هام جدا. ولاية سوسة البارح كانت نجم تصير فيها حتى بعض المشاكل، معناتها لأنه كنت نشرت حتى فيديوهات الأمطار كانت حاصرت حتى بعض المواطنين وتم إنقاذهم 3 أشخاص بالضبط في القلعة، في قلعة صغيرة وفي حتى في جهة أكودة، خطر فما فيضان واد لاية، الواد لاية اللي معناتها موجود في ولاية سوسة ويصب في منطقة حمام سوسة مع تواد لاية واد الحمام يتسمى. الأمطار ما زلت ما عنديش الكمية الـ يعني مع كل الكميات، ولكن الكميات تجاوزت 100 مليمتر في أكثر من محطة في ولاية سوسة بطبيعة، خاصة مناطق سوسة، حمام سوسة، زاد كيف القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، زاد حتى هيرك لأمساكن. زاد كنت نشرت البارحة على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ صور لمعناتها سيلان المياه في مدينة مساكن، وكانت أمطار غزيرة جدا تقريبا في كل ولاية سوسة كانت أمطار غزيرة في الحقيقة. القامة القيروان، نعم القيروان، القيروان، ولاية القيروان، فماش متابعة للقيروان بعد إذنك. بالنسبة للقيروان عندي الكمية متاع كما قلت مع تنزلنا بصدد جمع الكميات والتي على الكميات، ولكن الليلة البارحة إلى غاية تقريب الساعة 8 أو 10 معناتها ليلا الكمية كانت 58 في مدينة القيروان، والأمطار تواصلت معناتها أكيد الكميات تجاوزت 60 وربما حتى 70 مليمتر وربما حتى أكثر في بعض المحطات. حتى في العاصمة تونس معناتها الأمطار كما تعرفوا نزلت ومازالت باش تنزل اليوم، طلع عطيكم كتحب بعد شوية لمحة على اليوم والأيام القادمة. في المروج مثلا 50 مليمتر معناتها
في الساعات الماضية. وأمطار أخرى في عدة ولايات أخرى تونسية، في صفاقس، في كاب الزادة، في بنزرت، في مناطق أخرى، وكانت بكميات أقل. في الحقيقة كما قلنا الكميات ما زالت بصدد معناتها الجمع التي يلا عليها إن شاء الله في الدقائق والساعات القليلة القادمة من مختلف المصالح الرسمية. هل أنه متواصلة الموجة هذه على امتداد الساعات القادمة؟ هو اليوم هو بعد الموجة معناتها الأولى الهامة اللي أثرت خاصة على ولايات الساحل وحتى الساقس والساحل وعموما معناتها الساحل الشرقي حتى في جابس راهو حتى في حتى ولاية مدنين. كما قلت ثم الدخول البارح كان عند على خليج حمامات بين سوسة وولاية نابل، وكانت أمطار غزيرة كما تعرف في ولاية نابل كما ذكرنا في دومبيليا 112 مثلا. والأمطار في الحقيقة ما زالت متواصلة اليوم في ولاية نابل بكميات هامة وغزيرة معناتها اليوم يعني اليوم وحتى يوم غد ال 24 ساعة القادمة. كذلك العاصمة، كذلك بقية مناطق شمال تونس معناتها ولاية بنزرت وبيجة وجندوبة والكيف وسليانة، ربما الشمال الغربي بكميات أقل ولكن باش تكون كميات طيبة معناتها نجم تتجاوز في محطات معناتها 30 و40 و50 ملم ربما حتى أكثر. وماذا بيا نحكي شوية على العاصمة خاطر تعرف العاصمة حتى لو كان معناتها توقعات النماذج تقول اللي ممكن في يعني في 24 ساعة القادمة معناتها بخلاف المطر اللي نزلت البارحة تنجم تسجل كميات 30 و40 و50 ملم وربما حتى اكثر محليا. ديجا تو المروج معناتها في الساعات الماضيه سجلت 50 ملم والمطر مازال يعني مازال في الشتب. دونك يعني ننتبه في العاصمه، تعرف العاصمه ساعات كميات صغيره تنجم تتسبب حتى في سيول، تعرف البنيه التحتيه والاكتظاظ والى غير ذلك. دونك ننتبه في معناتها في العاصمه بسبب البنيه التحتيه خاصه معناتها ما فيناش كميات يعني الكميات سعيد باش تكون كميات كبيره برشا برشا، ولكن راهو توقعات النماذج وذايا معناتها يعني مؤكد وشفناه حتى في اخر 24 ساعه يعني توقعات النماذج في الرجوعات الشرقيه راهو على ارض الواقع راهو ديما تكون اكثر الكميات، لانه الكميات مثلا يوم امس في جهه الساحل ما تتجاوزت معناتها حتى شويه معناتها توقعات النماذج. نفس الحكايه حتى في تونس العاصمه اليوم وفي ولايه نابل وفي شمال تونس عموما تنجم الكميات تكون اكبر حتى من توقعات النماذج اذا ننتبه. وعلى راس هذه المناطق هي ولايه نابل اولا وثم ثانيا زاد كيف معناتها العاصمه تونس. ما نخوفوش الناس ولكن كما قلت لانه البنيه التحتيه غير ما نحكي عليها معناتها في العاصمه 100 ملم في تونس العاصمه كما 100 ملم ثم حاجه ماذا بينا يفهموها العباد هما حاجتين. نسالوك انت تقول هذه الرجوعات الشرقيه يعني هذا المنخفض اللي يبدا يدور على عكس العقارب نتاع المونديال يقعد يدور ويرجع يقعد يدور ويرجع هذا هو تحكي لي بالضبط استاذ سفيان. هو ما تكونت نشرت حتى صور معناتها لعمليه الدوران لهذا المنخفض. المنخفض هو معناتها موجود في معناتها في خليج نابلس منذ يعني الليله الماضيه واليوم، والعمليه نتاع الدوران معناتها عكس عقارب الساعه والسحب الممطره معناتها تدخل من البحر يعني من الشرق الى اليابسه الى الغرب. ولك علاش معناتها حتى المثل التونسي يقول لك اذا كان شرقت غرقت معناتها السحب تدخل من الشرق الى الغرب، وهذا هو اللي نسميوه معناتها الرجوع الشرقي ريتور ديست والا حتى يسمى حتى تونتري مارين باللغه حتى معناتها الفرنسيه خاصه عند الفرنسيين. وهذه الرجوعات الشرقيه من الشرق من البحر المتوسط تكون الامطار معناتها غزيره وحتى غزيره جدا، وهي في الحقيقه الظاهره هذه تكون اكثر في اشهر الخريف وتعطينا في برشا مرات عطاتنا قبل في تاريخ تونس معناتها فيضانات منها حتى فيضانات عام 69، ولكن في بعض الاحيان راهو ساعات تصير حتى في اشهر الشتاء وصارت حتى قبل في عام 90 فيضانات عام 90 تقريبا نفس الطريقه. هو بارد ومنخفض صحراوي ومعناتها منخفض من الشمال الشرقي من شرق اوروبا. ثم عمليه الدوران والرجوعات الشرقيه والامطار الغزيره في وقت وجيز هذا في الخريف. في الشتاء في الحقيقه معناتها الحمد لله في الشتاء يعني معناتها الامطار ما تكونش بشكل معناتها غزير جدا واعصاري، مره تقوى مره تضعف. ولك علاش الحمد لله يوم امس كنا سجلنا كميات هامه تجاوزت 100 ملم ولكن كانت مفرقه على 24 ساعه لم تنزل في ساعتين او ثلاث، لانه 100 ملم و117 وحتى اكثر في بعض المحطات راهي تنجم معناتها تعمل سيول وفيضانات اذا كان نزلت في وقت وجيز في بعض الساعات.
الحمد لله في اكثر في 24 ساعه هذاك ليش ما يعني ما صارتش معناتها مشاكل وكوارث رغم اللي فما فيضان بعض الاوديه كما قلت في 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 ولايه سوسر مثلا. باهي استاذ عامر الطقس كيف او المناخ والتوقعات حسب المحطات اللي تبع فيها وين ماشيه الايام الجايه؟ لانه على ما يبدو ما زالت متواصله هذه الموجه. في الحقيقه هو معناتها بعد ما ياثر اليوم معناتها تقريبا 24 ساعه القادمه معناتها بقيت اليوم والليله باش يكون فما تاثير على شمال تونس كما قلت ولايه نابل على راسها ديجا من الساعات الماضيه ثم العاصمه ثم بقيت ولايه الشمال ثم المنخفض باش يبدا يعاود ينزل مره اخرى يعني من الشمال الى الوسط الى الجنوب في اتجاه معناتها ليبيا والساحل الليبي ثم في اتجاه الشرق يعني معناتها يعني وسط تونس وبما فيها جهه الساحل وولايه القيروان وكل الولايات الاخرى وحتى ولايه الجنوب باش تكون معنيه بكميات اخرى ان شاء الله يعني الليله خاصه ممكن الليله واخر الليله وخاصه يوم غد الثلاثاء باش يكون متقلب على اغلب المناطق التونسيه. الكميات زادت نجم تكون هامه محليا وزاد تقع ديما منطقه الساحل على راس هذه المناطق نجم تكون فيها كميات طيبه حتى زاد المناطق الاخرى الداخليه والغربيه معنيه بكميات ولكن في الحقيقه بكميات يعني اقل نجم تكون 20 30 40 50 ملم وتنجم تكون حتى اكثر محليا وكما قلت من بعد المنخفض ان شاء الله في اتجاه معناتها الساحل الغربي الليبي وشرق المغرب. الامور تنقص شويه. استاذ عامر بالنسبه للسدود انا نتبع في الارقام اللي تخرج فيها انت قلت الامطار السابقه هذه اعطت 70 مليون متر مكعب يعني 70 يوم نتاع الشرب. بالضبط سفيان هو في الحقيقه الارقام هذه نتاع 70 هي نتاع يوم امس وان شاء الله نقوم بتحيينها معناتها الساعات القليل القادمه مع الساعه 9 وساعة 10 ان شاء الله نطلع على الارقام الجديده الى يعني امطار ديسمبر فقط معناتها هذا المنخفض وحتى المنخفض السابق اللي يعطيه في عند راهم وقتها 155 ملم معناتها منذ ايام قليله يعني معناتها نقولوا احنا نتاع 10 ايام الاخرانيين تقريبا الامطار عندنا 70 مليون متر مكعب تقريبا ما يساوي تقريبا 70 يوم احنا نستهلك كل يوم تقريبا 1 مليون متر مكعب مش 2 مليون معناتها 1 مليون دونك يعني تعتبر كمية طيبة في أيام قليلة كمية هامة عندنا اليوم 556 مليون متر مكعب في يعني مخزونة في السدود التونسية وإن شاء الله الوضعية باش تزيد تتحسن إن شاء الله مع أمطار اليوم والأيام القادمة وإن شاء الله حتى مع منخفضات أخرى زادة ربما مع الفترة القادمة وإن شاء الله تزيد تتحسن الوضعية عندنا نسبة الامتلاء اليوم 24% في الحقيقة بتاريخ أمس وان شاء الله كما قلت ان شاء الله من هذه نسب الارقام تتحسن مع الامطار القادمه ولما لا تكون على ارض الواقع اليوم في الشمال الغربي لما لا تكون امطار هامه والوضعيه ممكن تتحسن اكثر. هذا حاجه اخرى معناتها هامه كانت حبت سفيان اللي راهو هذه الكميات معناتها بخلاف السدود راهو كميات هامه جدا 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 على المستوى الفلاحي راهو جهه الساحل وجهه القيروان وحتى معناتها وصفاقس وغيرها من المناطق اللي تعتمد على زراعه الزيتون وخاصه الزيتون البعلي راهو معناتها الامطار يعني ما نزلتش بهذه الكيفيه منذ سنوات راهو معناتها عشنا جفاف لمده 3 أو 4 سنين يعني دخلنا حتى في العام الخامس وقتها الامطار باهي تكون هامة حتى في ولايه وقتها باهي يا سي عامر مناطق جرجيس وكما قلنا غاديكا فما زيتون ومناطق الحقيقه الجنوب الشرقي كانت سجلت حتى كميات هامه الفتره الماضيه كنا سجلنا 70 ملم وحتى اكثر ومع الامطار هذه نتاع البارح 90 في متنين وكميات اخرى ان شاء الله الوضعيه على المستوى الفلاحي باش تكون ان شاء الله طيبه وطيبه جدا وجات في وقتها عكس السنه الفارطه تفكر سي سفيان في البرنامج اللي عملناه معناتها الامطار كانت وقتها مؤخر في ماي وجوان بعد انتهاء موسم الفلاحه. بالنسبه لسيدي سالم اللي هو مهم جدا بالنسبه لمنظومه السدود في تونس قد يسمى 160 170 مليون متر مكعب اي الارقام تقريبا حوالي هكذا حوالي 160 في الحقيقه عندي القائمه مش قدامي تو ولكن ما تصدق سيدي سالم
يعني قاعد يتحسن شيئا فشيئا، مش برشا ما قاعد يتحسن معناتها شيئا شيئا فشيئا. ثم معناتها المياه دخلت في هذا السد منذ يعني خاصة في الأيام القليلة الماضية، ولكن في الحقيقة مش كميات كبيرة، معناتها مش كميات كبيرة. الكميات اللي نزلت أكثر كانت في سدود بربرة وبوهرتما وحتى بنينتير، ما تعرف الكميات الهامة كانت نزلت في ولاية معناتها في ولاية جندوبة، ولكن ثم كميات راهو يتم تحويلها يوميا من هذه السدود، السدود هذه اللي سجلت معناتها ارتفاع هام الى بقيه السدود، معناتها الى سد سجنان وسد معناتها زاد سيدي سالم. واضح. نشكرك برشا، بارك الله فيك سي عامر بحبة، ونشكرك على المجهود اللي تقوم به لاناره الراي العام. ويا الحقيقه هذه ثقافه جديده اصبح لنا المتابعه تاع المناخ، ومهمه اليوم وخاصه امام التغيرات المناخيه، الشيء اللي يهم جل المواطنين مش فقط قاعدة نخبوية. فيعطيكم الصحة ونتابعوا معاكم أول بأول على الصفحة متاعكم، ونحقيقة معطية كريدي سفيان أكيد جدا أنه سي عامر بحبة هو من اختصاصه وأنه يتبع المنخفضات ويعرفها، يعني كي تبدأ جيت البرتغال جيت الفينيستير فرنسا جيت بريطانيا يبدأ يتبع فيها من وقتها. وأنا نذكر تو 10 أيام ولا أسبوع قال يا ناس راهو مع التحفظ ثم إمكانية بين هذا الحد ونهار الأربعاء باش تجي أمطار كبيرة وربي، وقال مش متأكد لكن قال ثم إمكانية، وهذا اللي صار. واللي قاعد يحكي عليه هذايا تو المنخفض اللي قاعد يدور بين خليج قابس معناها جهة مدنين وجربة وقابس وتطاوين وغيره، ويطلع لجهة الساحل وبعد يمشي لجهة تونس والشمال، يمشي شوية القروان زيادة على مناطق الشمال الغربي اللي بصراحة جندوبة وسليانة وغيره فيهم امطار اللي ما صارتش كيف كيف عندها سنوات. عامر بحبة يعتمد كذلك النماذج، ياخو مختلف النماذج. انا عندي استاذ اخر في الشمال الغربي، استاذ هي الوالده ربي يفضلها، الوالده اللي قالت لي عندي سنوات المطر هذه هك المطر الرشراشة يقولوا احنا اللي تقعد معناها اكثر من 24 ساعة، عندي سنوات ما معناها ما صبتش بالكميات هذه، خاصة على الناس والعباد والارض والفلاحة تنفست الناس. احنا شوف جاتنا زوز امطار باهية ما جاتش في الشمال الغربي للاسف، ولت عمناول جات مطر نتاع مايو منعت الصبة نتاع القمح والشعير وعطات تقريبا 8 مليون قنطار كملنا بها حتى ديسمبر، وعمناول جات مطر قوية ياسر دام شهر ونص كنت تتذكر اي تفكرها ما بين ماي وجوان، هذيك منعت العود على الاقل. الان العود معناها خاطر تونس بعدي بعدي معناها تحب الامطار معناها نسبة لها بعد، وبالتالي الزيتون واللوز والعود الرقيق والمصيف وكل شيء تنفعوا ياسر، معناها الزيتونه توا تاخذوا الماء بالكدا ان شاء الله ان شاء الله ربي يوصل بالسلم كما يقولوا. العام الجاي تعطيك صبابة هذا شنو لان هي تراكمات سيستم راسينير، زاد على ذلك كما قال قبيله هو سي عامر يقول ثم مناطق فلاحيه يعني تاخذ منطقه سيدي بوزيد ومنطقه الساحل اللي هي المناطق الأساسية اللي تغذي بالضبط في السوق المركزية التونسية، تلقى فيها مادام تجي فيها أمطار راهو باهي. أنا سألته على النقطة السوداء اللي هي سد ودنب هنا اللي هو نقص ياسر في جهة القيلوان شايح بريسك في شايح تقريبا ويتغذى من ود زرود يتغذى من ود زرود. الإشكالية توا شنية وأنه الخضار وغيره تنجم تلقاها في فترة الجاية، وكذلك المائدة المائية ما تنساوش المائدة المائية بخلاف السدود ثم المائدة المائية، وعليك تو الماء طالع لفوق لأنه الأرض رويت صبخة صبخة عبيت كانت تتعدى وتلقى صبخة ديما ماهيش معبية، أعرف لو ما زلت الأرض تشرب ومن بعد الأرض تشرب الكونتيتي بتاعها وتخلي في الماء ومن بعد تجبد، هذه معناها حاجات مهمة. الأستاذ عامر الحق ياخذ نماذج علمية ويفسر ديداكتيك يتابعوا به مئات الآلاف من الأشخاص لأنه يعطي في معلومة دقيقة ومعلومة ماهيش جزافية، ومش يحل الفيسبوك يبدأ يقرأ ولا يحل الكونتيتي يبدأ يقرأ. وهذيك فما طريقة الحقيقة أنا ما نحبهاش، نحب نفسروا للناس نفسروا لهم بطريقة سلسة ونحاولوا نقربوا أكثر ويعطينا الصور ويفسر لنا علميا كيف صايرة الأمور. ونحب نذكروا سادة المتابعين ونردوا بالهم في الطريق مرة أخرى الحرس الوطني اللي ينبه خاصة وأنه الإدارة العامة الحرس الوطني تأكد أنه دعوتها لكل المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وتجمعات المائية وعدم المجازفة
بعبورها سواء بالمركبات او سيرا على الاقدام يفضلكم. وتعرفوا انه كاساتنا ما شاء الله خاصه فما دي ترافو ما يغركش ذيك الثنيه، ثبت قبل ما تتعدى على ساقك والا في كره. كيف كيف زاد وزاره الفلاحه قالت بالنسبه للفلاحه يردوا بينهم، البحاره ما يخرجوش في البحر ممنوع الان، بالنسبه للفلاحه خاصه اللي عنده سعي يبعد على الاوديه ويبعد على مناطق منخفضات وغيره، لانه الفلاح توا يفلح باش يلقى الملعقة باش يلقى يصل حاجات مع الازمات الموجوده في العلف وغيره، وبالتالي الدنيا شفت خذلت بين عشيه وضحاها. الحمد لله. دونك يردوا بالهم العباد ان شاء الله يتواصل السيكل هذايا على ما يبدو. السيكل نتاع الجفاف نتاع 5 سنوات تكسر على الاقل بالنسبه لموسم الشتاء. جاء الشتاء مخر خريف جاء شايح، تتذكر امين وصلنا 37 درجه في اكتوبر اللي عملها مصالح معناها قرب من معناها شهر اكتوبر كان من اسخن الاشهر الموجوده في تاريخ تونس وحتى في تاريخ العالم. المنخفض تو موجود على تونس مش موجود مثال في اوروبا، هذا مش موجود، اقل امطار في شمال المتوسط. الناس يردوا بالهم يتعقلموا ان شاء الله كما نقولوا نهنيكم بالرواء وان شاء الله يكون خير وخمير وعام اخضر وعام الاخضر اللي حتى العصفوره قام يغني هنا على استديوهاتنا في كابا فام المطلع على خليج الحمامات. ان شاء الله بالخير بالصحه وسلامه سيس رواحكم، نوفيكم اول باول. اذا عندكم اي استفسار على طريق على غيره كلمونا ونحاولوا نعطيكم المعلومه من المصدر. سيس رواحكم وان شاء الله ربي يعطيكم الخير وربي يهنينا ويهنيكم بالرواح.